السلام عليكم، مرحبا. أنا سامي العمري، جاي من السعودية، ممرض في الحال 4 سنوات، وأنا جالس أحاول أختار عيادة بتقنية عالية باحترافية عالية، خطة مدروسة من كل الاتجاهات. درست الموضوع من كل النواحي، وجدت أن عيادة تيرو في اسطنبول هي الأفضل في تركيا. احترافية عالية، عمل، موقع استراتيجي، خبرات قوية، 35,000 حالة تقريبا تسووا لها، يعني هذا عدد كافي أنه يكون فيها العمل احترافي بحت. صراحة بداية العملية كان فيها تخوف مني، لكن لما انحطيت في الأمر الواقع وشفت العملية واشتغلوا على راسي، حسيت أن الموضوع كان جدا سهل، وأن كان خوفي ما يحتاج مني. بداية كانت خفيفة جدا، احترافية عالية في العمل، يعني اتقان إلى ما لا نهاية. غير كذا ستاف جدا، الموظفين جدا لطيفين، استقبال، مواصلات، احترافية عالية بحت، جميع احتياجات اللي ممكن انت تحتاجها في وقت عملية او وقت انه انت تكون متنرفز فيه تجدها عندهم بشكل احترافي. صراحة أنا أهني العيادة والحمد لله على اختياري على هذا المكان، جدا جدا جميل، وأنصح أي شخص بيسوي أي حاجة فيها تجميل يختار مكان يكون جدا يثق فيه. أغلى ما في الإنسان راسه، يختار مكان كويس، لا يهم أي شيء ثاني، يهم كيف يكون العمل فيه احترافية عالية. نصيحتي لأي شخص يفكر أنه هو يسوي زراعة أو عنده خطة أنه يسوي زراعة، يفكر في هذا المكان ويأخذ عنه نبذة ولو بسيطة، وراح يتأكد أن كلامي في مكانه، هذا الأفضل في تركيا بلا منازع، ولا في أي شخص ممكن راح يكون يواسي العمل الاحترافي اللي عندهم. عمل جبار، احترافية عالية، شغل جدا منظم، شغل جدا مرتب، كل شيء، كل الأشياء والمعلومات اللي تحتاجها تجيك بشكل مدرج عشان تفهمها واضحة وتعرف كيف تتعامل معها. هيرو في اسطنبول، the best in the Turkish.